بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على النوع الثاني من الـ Air Breathing Engines، وهي التربو جيت انجن. التربو جيت انجن دوت هو عبارة عن المحرك المستخدم في الطائرات الحربية. المرة اللي فاتت لو فاكرين كنا اتكلمنا على بروبيلر انجن. البروبيلر انجن قلنا ان هو ليه هاي بروبالشن افشنسي في اللو سبيد، ده نتيجة ان هو كان فيه بروبيلر قدام، والبروبيلر دي كانت بتسحب الهواء، بالتالي الماس فلو ريت عالي، فبالتالي مش محتاج ايه يكبر الفي اكزيت بتاعته عليه. في حين الانجن ده بقى على عكس البروبيلر انجن، ده بيعتمد ان هو ياخد الهواء عن طريق الانلت سيكشن بتاعه. ازاي الكلام ده؟ خلينا الاول نبتدي كده ببساطة. الانجن بتاعي ده بيتكون من ديفيوزر، والديفيوزر دي بتيجي بعدها كومبريسور، وبعد الكومبريسور كومبشن تشامبر، وبعد الكومبريسور تشامبر تيرباين، وبعد التيرباين النوزل في الاخر. الانجن ده بياخد الماس فلو ريت بتاعه ازاي؟ عن طريق حركه الطياره لقدام، فبالتالي الهواء يبدا يخش الايه للانلت سيكشن بتاعي. طيب جميل. وبالتالي الام دوت اللي بتبقى داخله هنا بتبقى مينلي معتمده على مين؟ على سرعه الطياره. طيب الانجن ده بيستخدم في الطيارات الحربيه اللي سرعتها ممكن توصل ل 3000 كيلومتر في الساعه. معنى ان انا عندي 3000 كيلومتر في الساعه، يبقى الفي انلت هنا ايه؟ عاليه جدا. فبالتالي هيحصل على في انلت عاليه وفي اكزيت عاليه هي كمان، فبالتالي ايه؟ بقدر احسن البروبالشن افشنسي بتاعتي عن طريق ان الريشيو دي بتبقى تقريبا قريبه من الايه؟ من الواحد. بس ده امتى؟ ده في الهاي سبيد. جميل. في الهاي سبيد انا عندي ام دوت عاليه، فبالتالي مش محتاج اكبر الفي اكزيت قوي، فبالتالي بحصل على بروبالشن افشنسي ممتازه. لكن في اللو سبيد بقى، قال لك في اللو سبيد بتبقى الام دوت اللي داخله هنا قليله، فبقى محتاج ازود مين؟ الفي اكزيت. فبالتالي بتلاقي ان الايتا بروبالشن بتبقى ايه؟ هتلاقي الايتا بروبالشن دي بتبقى قليله في اللو سبيد. وينتج عن كده ايه؟ ينتج عن كده ان الانجن ده البروبالشن افشنسي بتاعته بتبقى قليله في اللو سبيد، وبالتالي مش بيبقى مستخدم في الطيارات اللي هي ايه سرعتها قليله. يبقى ده استخدامه في الطيارات الحربيه اللي هي ليها مخ نمبر عالي ممكن يوصل لثلاثه مثلا. كويس. طيب الفكره عندي بيشتغل ازاي الانجن دوت؟ قال لك ده مين اللي بيعتمد على البرايتون سايكل. البرايتون سايكل دي كانت عباره عن ايه؟ ببساطه جدا هي كانت عباره عن كومبريسور، ويليه كومباشن تشامبر، وبعد الكومباشن تشامبر ايه؟ تربينه. يبقى كان عندي كومبريسور وكومباشن تشامبر، وبعد الكومبريسور ده ايه؟ تربينه. طيب كلام جميل. الفكره عندي هنا ادي الكومبريسور، وادي الكومباشن تشامبر، وادي التربينه. جميل. طيب المفروض الهواء كان يخش على الكومبريسور هنا، يتحرق مع الوقود تحت ضغط، وبعد كده يطلع يشغل التربينه اللي هي بتدور لمين؟ الكومبريسور. طيب ايه الاضافات اللي هزودها على البرايتون سايكل العاديه؟ قال لك ان انا هحط هنا ديفيوزر. الديفيوزر دي فايدتها ايه؟ قال لك الهواء اللي داخل للانجن ده بتبقى سرعته قد ايه؟ قال لك دي بتبقى سرعته كبيره جدا. ليه؟ لان هو بنفس سرعه الطياره، وقلنا الطياره دي بتستخدم في سرعات كبيره قوي، فبالتالي الفي انلت بتبقى عاليه قوي. طيب دي اول حاجه. قال لك لو ده عندك سرعه عاليه داخله جوه الكمبريسور، هي ممكن يعمل لك شوك ويف ويعمل لك مشاكل كبيره جدا في الافشنسي. وكمان لو دخل عندك سرعه كبيره قوي جوه الكومباشن تشامبر، قال لك ساعتها الفليم دي اللي جوه هنا بيبقى فيه فليم، الفليم دي مش هتبقى ستيبل ابدا، فبالتالي ممكن تنطفئ. فبالتالي في مشاكل كتيره قوي هتواجهني لو انا دخلت الفلو بسرعه كبيره قوي جوه الايه؟ الجيت انجن. فبالتالي كان لازم يبقى عندي حاجه تقلل لي السرعه. طيب لو انا قللت السرعه هل الانرجي هتضيع يعني؟ قال لك لا، انا عارف ان انا لما بقلل السرعه بزود البريشر. طب لما انا ازود البريشر هنا هل دي حاجه كويسه؟ قال لك كويسه جدا. ليه؟ لانك انت لو دخلت الفلو بتاعك، سيبك بقى من السرعه العاليه كمان، لو دخلت الفلو بتاعك ببريشر قليل وعايزه ببريشر عالي عن طريق الكمبريسور ده، هتضطر تدفع فلوس كتير قوي في الورك عشان ايه؟ تشغل الكمبريسور ده. فقال لك لا، انا هضرب كده عصفورين بحجر. ازاي؟ ان انا هستخدم هنا الديفيوزر دي هتقلل لي السرعه عشان انا مش عايز هنا يبقى فيه سرعه عاليه، وتاني حاجه كمان هتزود لي البريشر عشان اقلل الورك بتاع مين؟ التربين التربينه او سوري اقلل الورك بتاع الكمبريسور. يبقى معنى كده انا ايه؟ حطيت الديفيوزر دي لسببين، الاول ان انا اقلل السرعه واعمل ريكفري للسرعه دي او الكينيتيك انرجي، احولها لايه؟ لبريشر انرجي، بحيث ان انا اقلل الشغل على ايه؟ على الراجل دوت. طيب كلام جميل قوي. ده بيسموه ايه؟ بيسموه الرام افكت. رام افكت ان انا عملت كومبريسور من لا شيء، جاست من ايه؟ من ديفيوزر بدون اي ورك، وحصلت على بريشر عالي جدا. طيب كلام كويس. يبقى ادي كده اول عضو عندي هو الديفيوزر. بعد الديفيوزر يجي عندي الكمبريسور. الكمبريسور دي حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان ده اللي بيضغط لي الهواء جوه الكومباشن تشامبر. طيب
الكمبريسور ده ايه انواعه؟ قال لك عندي نوعين، النوع الاول اسمه الاكسيال كومبريسور، والنوع الثاني اسمه السنتريفيجال كومبريسور. طيب كويس، بعد الكمبريسور بيجي عندي سوري قبل ما نيجي بعد الكمبريسور، الكمبريسور نفسه ده بيضغط لي الهواء بنسبه قد ايه؟ قال لك ان انا عارف من الكمبريسورز ان في حاجه اسمها البريشر ريشيو. ايه البريشر ريشيو ديت؟ قال لك هي عباره عن النسبه ما بين البريشر بعد الكمبريسور على قبل الكمبريسور، اللي هي ايه؟ انا سميت خلي بالك النقطه زيرو دي هي النقطه اللي في الهواء بره، وواحد دي اول نقطه على الديفيوزر اللي هي الانلت بتاع الديفيوزر، واثنين دي الاكزت بتاعت الديفيوزر، وثلاثه دي الاكزت بتاعت الايه؟ الكمبريسور. فبالتالي الكمبريشن بريشر ريشيو هي البي 3 على البي 2. طب دي بتتراوح من كام؟ قال لك من 5 ل 25، يعني الكمبريسور ده بيضغط لي البريشر خمس اضعاف او 25 ضعف فما فوق، ممكن كمان يبقى هاير. جميل. طيب ده كده الايه؟ الكمبريسور بتاعي. طيب نيجي بعد كده لل للديفيوزر، سوري للكومباستن تشيمبر. الكومباستن تشيمبر ديت بيحصل جواها الاحتراق ما بتاع الهواء مع الوقود، وديت بتبقى انواعها مختلفه. في نوع اسمه الكانيولر تايب، بيبقى عباره عن مجموعه من الكانز، وهناخدها ان شاء الله في الفيديو الجاي. وفي نوع اسمه كان انيولر، وايه انيولر تايب، ممكن ان شاء الله هبقى اكتب لكم لينك تحت في الديسكريبشن، بحيث ان انت لو عايز تتفرج على فيديو ليه علاقه بالموضوع ده تستفيد بيه. يعني ده كده الايه؟ الكومباستن تشيمبر. طب بعد الكومباستن تشيمبر بيبقى عندي التربينه. الكومباستن تشيمبر دي حولت الكيميكال انرجي متخزنه في الوقود لهاي انصلبي. الهاي انصلبي ده هستفيد بيه في حاجتين، هاخد جزء منه صغير قوي اديه للتربينه. تعمل ايه التربينه دي؟ تشغل لي الكمبريسور. جميل. عن طريق شافت بوصله ما بين التربينه والايه والكمبريسور اللي هو باللون الازرق ده. طيب ايه بقيه الهاي انصلبي ده هعمل بيه ايه؟ هدخله على النوزل اللي هي هتعمل لي جنريشن لمين؟ للكاينتيك انرجي. ازاي؟ انها تاخد الانصلبي تحوله لايه؟ لكاينتيك انرجي. الكاينتيك انرجي دي هتعمل ايه؟ هتديني ثراست اللي انا اقدر امشي بيه الايه؟ الطياره بتاعتي. طيب كويس. سرعه الخروج على سرعه الدخول قال لك بتبقى حوالي 2.5 في السرعات العاليه، او اكبر كمان من 2.5 سوري في السرعات القليله. فبالتالي هتلاقي ان البروبشن افشنسي بتاعتك ايه؟ مش كويس. كويس. طيب يبقى الفي اكزيت على الفي انلت بتبدا من 2.5 فما فوق، سواء في السرعات العاليه او في السرعات القليله. فبالتالي الايتا بروبالشن بتاعتي بتبقى ايه؟ قليله. بس بتبقى قليله فين؟ بتبقى قليله في اللو سبيد، لكن في الهاي سبيد بتبقى كويسه. تمام. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ للتربو جيت انجن ككومبوننتس. طيب كلام جميل قوي. عندي كمان حاجه عايز اقولها، التمبريتشر بتاعت نقطه 4 ديت تقريبا بتبقى ماكسيموم 1400 ديجري سيلسيوس. ايه ال 1400 ديجري سيلسيوس دي؟ قال لك هي ماكسيموم تمبريتشر تقدر تدخلها على ريش التربينه، وكمان لازم تكون ريش التربينه دي ايه؟ فيها تبريد، لانك لو فيهاش تبريد الريش دي هتتاذى، الماتيريال مش هتستحمل درجات الحراره العاليه دي. طب انا التمبريتشر ديت بستفيد منها في ايه؟ قال لك التمبريتشر دي مهمه جدا بالنسبه لك، لان كل ما التمبريتشر دي زادت السبيسيفيك ثراست اللي انت هتاخده هيزيد. يعني كل ما انت حرقت الوقود بتاعك بحيث ان هو يديك درجه حراره اعلى، هتلاقي السبيسيفيك ثراست هيزيد اللي هيديه الانجن دوت. طب لغايه امتى؟ قال لك هقعد ممكن ازود التي ستاجنيشن دي اللي هي تي سوري تي 4 دي، اقعد ازودها لغايه ما هتلاقي بعد كده ان انت بدات ايه؟ تستهلك وقود اكتر. يعني ايه تستهلك وقود اكتر؟ يعني الثراست سبيسيفيك فول كونسامشن بتاعك بيبدا ايه؟ قيمته تبقى عاليه، يعني تستهلك للوحده الثراست الواحده وقود كتير. طيب ده بيبقى نتيجه لايه؟ قال لك بيبقى نتيجه ان انت عليت قوي التي 4 ديت، فنتيجه لكده الفي اكزيت زادت جدا. ولو الفي اكزيت زادت جدا يبقى السبيد ريشيو ايه اللي هيحصل لها؟ اللي هي الفي اكزيت على الفي انلت هتزيد، يبقى الايتا بروبالشن ايه اللي هيحصل لها؟ هتقل. فبالتالي لو الايتا بروبالشن قلت يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان انت هيبقى عندك استهلاك وقود ايه؟ اكتر، فبالتالي الثراست سبيسيفيك فيول كونسامشن بتاعك ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد. ودي طبعا ايه؟ مشكله. فبالتالي ماكسيموم تمبريتشر بتوصل لها هي 1400 ديجري سيلسيوس، بس تخلي بالك ان انت عامل تبريد لايه؟ لريش التربين. دي كده الملاحظات الايه؟ النظريه اللي كنت عايز اقولها للانجن دوت اللي هو اسمه توربو جيت انجن. تعالى بقى دلوقتي نشوف المهمه بتاعتنا، ازاي نعمل كالكوليشنز للايه؟ للانجنز ديت، عشان نقدر نحسب الورك اللي انا محتاجه والوقود اللي انا محتاجه اشغل بيه الانجن دوت والثراست اللي هاخده منه. طيب اول حاجه، لو انت مش مراجع درس التي اس دايجرام
هتلاقي في درس الايزنتروبيك فلو على البلاي ليست بتاعت الايزنتروبيك فلو هتلاقي درس اسمه تي اس دياجرام ريبريزنتيشن. لو انت مش مذاكره يبقى وقف الفيديو وراجع الايه الموضوع دوت، عشان ده مهم قوي وده هيكمل معانا في كل الانجنز اللي جايه. الهدف دلوقتي بتاع الفيديو ان احنا هندرس الكمبريسور والتربينه. الكمبريسور والتربينه دول، الكمبريسور عكس التربينه. ليه؟ لان الكمبريسور ده بيعلي لي البريشر كويس، والتربينه دي بتقلل لي البريشر. يعني هنا بيحصل كومبريشن وهنا بيحصل ايه اكسبانشن. طيب تعالى كده نشوف الكمبريسور ده اللي هو نقطه من 2 ل 3، ازاي اقدر امثله على تي اس دياجرام وازاي اقدر اعمل الحسابات بتاعه. طيب عندنا تي اس دياجرام الاس على اللي هو الانتروبي على الاكس اكسس والتمبريتشر على الايه على الواي اكسس. هنبدا كده بطريقه عامه قوي. نقطة 2 دي هنتخيل ان نقطة 2 دي ليها سرعة اسمها في 2، وليها نقطة ليها ستاجنيشن اسمها ستاجنيشن 2، ونقطة 3 دي ليها سرعة اسمها في 3 وليها ستاجنيشن اسمها ستاجنيشن 3. طيب هناخد كده مثال عندي كومبريسور، سيبك بقى من الانجن ده، عندي نقطة 2 للنقطة 3. نقطة 2 ديت هنلاقي ليها تمبريتشر وايه وبريشر، فهاجي كده ادي تمبريتشر 2 وادي بي 2. البريشر خط المايل تقاطعه مع التمبريتشر يبقى اداني كده نقطة مين؟ نقطة 2. طيب نقطة الاستجنيشن 2 فين؟ قال لك لو طلعت فوق كده لغاية ما وصلت تي استجنيشن 2 هنلاقي دي نقطة ايه؟ استجنيشن 2. طب المسافة ما بين نقطة 2 ونقطة استجنيشن 2 دي هي مين؟ قال لك هي في 2 سكوير على 2 سي في. كلام جميل. طب نقطة 3؟ قال لك نقطة 3 ديت ليها تمبريتشر 3 وبريشر 3. نيجي كده ادي تمبريتشر 3 وادي الخط المايل ده هو بريشر ايه 3. النقطه دي هي ايه نقطه 3. طيب يبقى معنى كده الكمبريسور ده عمل ايه؟ قال لك هو ضغط الهواء بتاعي بس مش ايزنتروبيكالي. ليه؟ لان انا هلاحظ كده ان الخط اللي طالع هنا عامل حاجه بالمنظر ده كده. ايه اللي حصل هنا؟ طالع بميل كده. يعني ايه؟ يعني لو نزلت كده ونزلت هنا هتلاقي اس 2 اقل من اس 3، يعني حصل تشينج في الانتروبي. يبقى معنى كده ان الكمبريسور دوت مش ايزنتروبيك، نوت ايزنتروبيك. ليه؟ لانه لو ايزنتروبيك كنت طلعت ايه لفوق على طول. ولو فاكر في درس التي اس دياجرام كنا مثلنا الكلام ده بالكونفرجنت نوزل وقلنا ان هي ايزنتروبيك، فكنا بنطلع لايه لفوق على طول. لكن طلعت هنا بميل. ليه؟ لان هنا بقى عندي افشنسي. طيب هل الكلام ده هو اللي بيحصل هنا في الكمبريسور في جيت انجن؟ قال لك لا. ليه؟ لان الجيت انجن ده اول حاجه لازم تعرفها وتحطها في بالك على طول ان نقطه 2 دي سرعتها قليله جدا نتيجه لايه؟ نتيجه ان انا حطيت الديفيوزر، فبالتالي النقطه دي هسميها استجنيشن 2. طب و3 هسميها استجنيشن 3، و4 هسميها استجنيشن 4، و5 هسميها استجنيشن 5، 6 مش هسميها استجنيشن. ليه؟ لان سرعتها هتبقى عاليه، وهو ده هدف من الديفيوزر. الديفيوزر فايدتها انها تقلل السرعه جوه الايه؟ الانجن، فبالتالي كل النقط دي هي نقط ايه؟ استجنيشن. طب النقطة الأخيرة دي قال لك لا، دي نقطة الخروج بتاعة النوزل، والنوزل دي أصلا فايدتها إنها تدي سرعة، فبالتالي 6 دي طبعا مش هتبقى استجنيشن. كويس؟ طيب خلينا نكمل. يبقى أنا لو عايز أمثل البروسيس بتاعة الكمبريسور دي همثلها إزاي؟ أدي نقطة استجنيشن 2 وأدي نقطة استجنيشن 3. فين نقطة استجنيشن 2؟ هرجع تاني هنا تي استجنيشن 2 مع بي استجنيشن 2، يبقى دي كده نقطة إيه؟ استجنيشن 2. كلام جميل. طيب نقطة استجنيشن 3 فين؟ قال لك فين نقطة 3؟ أهي اطلع فوقيها واعمل خط كده البريشر مع التمبريتشر يبقى إيه؟ أدي نقطة استجنيشن 3. يبقى معنى كده البروسيس بتاعتي هتبقى عاملة إزاي؟ قال لك هتبقى عاملة حاجة بالمنظر ده. أهو كده بميل. إيه دوت؟ قال لك دي البروسيس من نقطة استجنيشن 2 لاستجنيشن 3. اللي هي بتاعت الايه الكمبريسور، والكمبريسور ده برضو كده اعتبرناه اللي هو ايه مش ايزنتروبيك لان عندي دلتا اس موجوده. طيب افرض بقى الكمبريسور بتاعي ده كان ايزنتروبيك، لو كان ايزنتروبيك كان ايه اللي هيحصل ساعتها؟ قال لك ساعتها كنت هتلاقي ان الفلو هيطلع لفوق كده لغايه ما يخبط في حاجه اسمها تي ستاجنيشن 3 بس داش. ايه الداش دي؟ دي معناها ان السيستم بتاعك ايديال او ايزنتروبيك، فهتلاقي ان هي دي نقطة ايه؟ استجنيشن 3 داش، ودي نقطة ايه؟ استجنيشن 3 اكتوال. الاكتوال مش بنحط عليها حاجة، لكن الايديال بنحط عليها داش. طيب
ليه تي ستاجنيشن 3 داش اقل من تي ستاجنيشن 3؟ فكر معايا كده، السيستم الايزنتروبيك هل بيبقى فيه فريكشن؟ لا ما فيهوش فريكشن، فبالتالي هتلاقي ان التمبريتشر بتاعت نقطه 3 اللي هي تمبريتشر الخروج هتلاقيها قليله. طيب ليه طب الاكتشوال طلعت عاليه كده؟ قال لك لان هنا الفريكشن اللي هيبقى موجود في حاله النون ايزنتروبيك، الفريكشن ده هيتحول لحراره، والحراره دي هتروح لمين؟ هتروح للفلو، فبالتالي هتلاقي تي ستاجنيشن 3 سخن، هتلاقي اعلى من تي ستاجنيشن 3 داش. ليه بقى الكلام ده؟ نتيجه ببساطه جدا ان الحراره اللي موجوده في الفريكشن سخنت للفلو، فخلت لي ستاجنيشن 3 اعلى من ستاجنيشن 3 ايه داش. طيب لو انا عايز احسب الورك بتاع الكمبريسور ازاي، مين يديني انديكيشن لكميه الورك او لحجم الورك بتاعي؟ قال لك انا عارف من الثيرموداينامكس ان الام ان الورك يساوي ايه، ام دوت سي بي في دلتا تي. دلتا تي مين ناقص مين؟ قال لك تي ستاجنيشن الكبير اللي هي 3 ناقص تي ستاجنيشن 2. كلام كويس، يعني معنى كده ان كل ما الفرق ما بين تي ستاجنيشن 3 وتي ستاجنيشن 2 زاد، يبقى الورك بتاع الكمبريسور ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد. كلام كويس، يبقى كل ما الفرق ده زاد يبقى الورك ده ايه؟ هيزيد. طب تفتكر كده انهون بيبقى الورك بتاعه اكبر، الورك الايزنتروبيك ولا الورك الاكشوال؟ قال لك على حسب. الكمبريسور ده ايه يا عم؟ قال لك ده ورك كونسيومينج ديفايس، يعني ده جهاز انا بدفع فيه فلوس، بدفع فيه فلوس، بديله وقود، بديله طاقه، صح؟ فبالتالي ايه الحاجه السيئه بالنسبه لي؟ ان الورك بتاعه يبقى ايه؟ يبقى عالي. طيب يبقى معنى كده الحاله الايديال بتبقى الحاله الكويسه، فبالتالي الورك قليل، يبقى في الايديال الورك قليل، لكن في الاكتوال الورك عالي. عشان كده هتلاقي ايه؟ لو اخدت بالك شايف كده المسافه من ستاجنيشن 3 لستاجنيشن 2، المسافه دي بتعبر لي عن الورك الاكتوال. جميل. طب المسافه من ستاجنيشن 2 لستاجنيشن 3 داش، قال لك دي بتعبر لي عن الورك الايه؟ الايديال. اه يبقى كده عندي ده الورك الاكتوال وده الورك الايه؟ الايديال بتاعي. هنلاحظ ان الورك الاكتوال اكبر من الورك الايه؟ الايديال. طب لو حبيت اعرف بقى الافشنسي هتبقى ايه؟ الافشنسي على طول بتبقى الصغير على الكبير، لانها على طول بتبقى اقل من 100%، فيبقى الصغير اللي هو الورك الايديال على الورك الاكتوال، ودي بسميها الايه؟ الايزنتروبيك افشنسي اوف ذا كومبريسور. طيب الايديال ورك بتاعي ده بيساوي ايه؟ قال لك الايديال ورك بيساوي تي ستاجنيشن 3 داش ناقص تي ستاجنيشن 2. طب فين الام دوت والسي بي؟ قال لك الام دوت والسي بي دول راحوا مع بعض، اللي فوق زي اللي تحت. طيب الاكتوال ورك، قال لك الاكتوال ورك هو تي ستاجنيشن 3 من غير داش ناقص تي ستاجنيشن كام؟ 2. طيب كويس. لو انا عايز احسب الدلتا تي ستاجنيشن، لو هو مثلا في الكتالوج مدي لي الايتا كومبريشن دي بتبقى جيفن عندي، والفكره عندي ان انا عايز اعرف ايه؟ تي ستاجنيشن 3. اعرفها ازاي؟ قال لك ببساطه جدا الترم ده اسمه دلتا تي ستاجنيشن 2 3. طيب ايه دي تعرفها منين؟ هعرف التي ستاجنيشن 2 3 دي اقدر اعرفها من بدلاله الايتا كومبريشن، سوري الايتا كومبريسور، وتي ستاجنيشن 3 داش تي ستاجنيشن 2. انا المفروض اصلا تي ستاجنيشن 2 دي هبقى اعرف احسبها عن طريق الديفيوزر زي ما هنشوف في الفيديوهات اللي جايه. تي ستاجنيشن 3 داش دي برضه هعرف اجيبها بدلاله اللي انا معرفه بي ستاجنيشن 3 وبي ستاجنيشن 2 زي ما هنشوف دلوقتي. طيب هنعمل ازاي الكلام ده؟ قال لك هات دي الدلتا دي دلتا تي ستاجنيشن ديت وديها الناحيه الثانيه، يبقى دلتا تي ستاجنيشن 2 3 بيساوي 1 على الايتا كومبريسور في تي ستاجنيشن 3 داش ناقص تي ستاجنيشن 2. طيب نعمل ايه بعد كده؟ قال لك خد تي ستاجنيشن 2 دي عامل مشترك كومن فاكتور، يبقى دي تي ستاجنيشن 2 وهنا الايتا كومبريسور، يبقى عندي هنا ده 1 ودي تي ستاجنيشن 3 داش على تي ستاجنيشن 2. كلام جميل برضو. طيب شايف كده الريشيو دي اللي هي تي ستاجنيشن 3 داش على تي ستاجنيشن 2؟ ادي تي ستاجنيشن 3 داش وادي تي ستاجنيشن 2، مش الاثنين دول ده تموا خلال ايزنتروبيك فلو؟ جميل. يبقى انا ممكن استخدم قواعد الايزنتروبيك فلو عندي. ايه قواعد الايزنتروبيك فلو ديت؟ قواعد الايزنتروبيك فلو كانت بتقول لي ان التي ستاجنيشن 3 داش على تي ستاجنيشن 2 يساوي بي ستاجنيشن 3 على بي ستاجنيشن 2. طيب واحد هنا هيقول لي ليه ما حطيتش هنا بي ستاجنيشن
3 داش، لان بي ستاجنيشن دي حاجه واحده، مفيش حاجه اسمها بي ستاجنيشن داش وبي ستاجنيشن بس. ليه؟ لانك لو اخدت بالك نقطه استاجنيشن 3 ونقطه استاجنيشن 3 داش هما الاثنين بيقعوا على نفس خط الايه؟ البي ستاجنيشن 3. يعني انا بي ستاجنيشن 3 ديت هي بتاعت استاجنيشن 3 او استاجنيشن 3 داش. امال ايه اللي بيختلف؟ اللي بيختلف التي ستاجنيشن، هي اللي بتختلف من حاله الايزنتروبيك الى حاله الايه؟ النوت ايزنتروبيك. لكن البي ستاجنيشن قال لك واحده في الاثنين، سواء هنا او هنا. جميل. لان طب انا اعرفها منين بي ستاجنيشن 3 ديت؟ قال لك بدلاله بي ستاجنيشن 2. طيب ازاي؟ لان انا عارف ان الكومبريشن ريشيو سي مثلا بتساوي 5 بتساوي بي ستاجنيشن 3 اوفر بي ستاجنيشن 2. انا عارف بي ستاجنيشن 2، عرفتها عن طريق الديفيوزر، يبقى كده قدرت اعرف مين بي ستاجنيشن 3. بي ستاجنيشن 3 عرفتها، يبقى عارف بي ستاجنيشن 3 وعارف بي ستاجنيشن 2، اسويها بالايه؟ ادخلها في معادله الايزنتروبيك اللي هي بتديني ايه؟ الشكل ده، جاما ناقص 1 على جاما. انا عارف الجاما بواحد واربعة من عشرة، بي ستاجنيشن 3 عارفها، بي ستاجنيشن 2 عارفها، تي ستاجنيشن 2 عارفها، يبقى كده عرفت مين؟ تي ستاجنيشن 3 داش. جميل. يبقى ممكن المعادله دي اظبطها اكتر بحيث في الاخر اقول ان دلتا تي ستاجنيشن 2 3 يساوي تي ستاجنيشن 2 على ايتا كومبريسور في بي ستاجنيشن 3 على بي ستاجنيشن 2 تو ذا باور جاما ناقص 1 على جاما ناقص 1. دي كده ايه؟ دلتا تي ستاجنيشن 2 3. ولو عايز احسب الورك بتاع الكومبريسور اقول ان هو بيساوي ام دوت الهواء اللي داخل اير في السي بي بتاع الهواء في دلتا تي ستاجنيشن 2 3 اللي هي بتي ستاجنيشن 3 ناقص تي ستاجنيشن ايه؟ 2. ده كده ايه؟ الورك بتاع الايه؟ الكمبريسور. طيب جميل قوي، يبقى نبروز كده الايه؟ الريليشن دي، وده كده استنتاج وصلنا له. طيب تعالى نعيد نفس الكلام بقى بس للتربينه. نبدا بنفس الحكايه، ايه فائده التربينه دي؟ انها تدور لي الكمبريسور، بتنقل لي الورك بتاعها للكمبريسور عن طريق الايه؟ الشافت ده. طيب نقطة البداية، قال لك لو نقطة لو احنا بنتكلم على تربينة عادية من 4 ل 5، لو 4 دي ليها سرعة فهنشتغل على الاستاتيك بروبرتيز اللي هي نقطة ايه؟ 4. ونقطة استجنيشن بتاعتها فوقيها اهي، والفرق ما بينهم هو مين؟ لو فاكر في سكوير 4 على 2 سي بي. طيب يبقى دي كده نقطة 4. طيب نقطة 5 فين؟ قال لك ده مش ايزنتروبيك، فهتلاقي نقطة 5 دي تحت خالص هنا، بريشر مع تي 5، يبقى دي كده نقطة ايه؟ 5. ونوصلهم ببعض ايه؟ بالسهم بالمنظر ده. ده لو انا ايه؟ نقط فيها سرعات، يعني هنا في 4 دي قيمتها كبيرة وفي 5 قيمتها كبيرة. طب هل ده اللي بيحصل هنا؟ قال لك لا، أنا هنا بشتغل على استاجنيشن 4 واستاجنيشن ايه؟ 5. استاجنيشن 4 موجودة فين؟ هنا. جميل، يبقى دي كده استاجنيشن 4. طيب استاجنيشن 5، قال لك استاجنيشن 5 دي عندي استاجنيشن 5 اللي موجودة هنا اللي هي تقاطع بي استاجنيشن 5 مع ايه؟ مع تي استاجنيشن 5. ده لو البروسيس بتاعتك ايه؟ لو البروسيس بتاعتك اكتوال، يعني مش ايزنتروبيك. طب لو ايزنتروبيك انزل كده تحت خالص وخد التقاطع مع خط الايه؟ البي ستاجنيشن. يعني الاساس عندي بيبقى ايه؟ بص كده، خلينا نمسح دي خالص كده. عندي خط البي ستاجنيشن 5 اهو، وعندي البي ستاجنيشن 4 اهي، انزل كده تحت كده لغايه ما ايه؟ الخطين يتقاطعوا مع بعض. نقطة التقاطع دي هي مين؟ دي اللي هي تي. دي اللي هي تي ستاجنيشن 5 ايه؟ داش. نقطة تقاطع البي ستاجنيشن 5 مع الايه؟ مع الخط الايزنتروبيك اللي نازل. يبقى انا معنى كده عارف بي ستاجنيشن 5. طب بي ستاجنيشن 5 دي اقدر اعرفها منين؟ لو اداك البريشر ريشيو بتاعت التربينه تقدر ايه؟ تعرفها. طيب جميل، يبقى دي كده نقطة ستاجنيشن 5 داش. طيب التربينه دي انا باخد منها وورك، الورك بتاع التربينه ده بيساوي ايه؟ ام دوت سي بي، بس المره دي ام دوت الاكزهوست اللي طالع منين؟ من الكومباستشن تشامبر، اللي هو اتضاف له مين؟ اتضاف له الوقود، هواء ووقود. في السي بي بتاعت مين؟ في السي بي بتاعت الاكزهوست برضو في الدلتا تي. انه بقى دلتا تي؟ لو بتتكلم على ورك الاكتوال هتبقى ما بين تي ستاجنيشن 4 وتي ستاجنيشن 5،
يبقى ده الورك الاكتوال. طيب لو بتتكلم على الورك الايزنتروبيك، قال لك هيبقى ما بين استجنيشن 4 برضو ومين؟ واستجنيشن 5 داش، يبقى ده الورك الايديال. هنلاحظ ايه هنا؟ هنلاحظ ان الورك الايديال اكبر من الورك الايه؟ من الورك الاكتوال، ودوت الكيس بتاعت اي ورك بروديوسنج ديفايس، يعني جهاز بينتج لي طاقه زي التربينه دي. التربينه دي الحاله الوحشه فيها ان انا اخد ورك قليل. الحاله الوحشه على طول دي هي بتبقى الاكتوال اللي هي الحقيقه الايه؟ السيئه. لكن الايديال اللي هي الحياه بقى الورديه ان انت بتاخد منها ورك كبير. فبالتالي تلاقي ان الورك هنا كبير، الايديال كبير، والايه؟ والاكتوال ايه؟ صغير. على عكس مين؟ على عكس الكمبريسور. كلام كويس. طيب لو انا عايز احسب الافشنسي، الوحش على الكويس، ايه الوحش؟ الورك الاكتوال على العالي القيمه الكبيره اللي هو الايه؟ الايديال ورك. الاكتوال ورك هيبقى تي ستاجنيشن 4 ناقص تي ستاجنيشن، في حين الايديال ورك هو عباره عن تي ستاجنيشن 4 ناقص تي ستاجنيشن داش 5. تي ستاجنيشن داش 5 موجود عندي فين؟ اهو، وادي تي ستاجنيشن 4 اهو، ده الايه؟ الايديال ورك اللي هو كنت هاخده لو كانت التربينه دي بتاعتي ايديال، يعني ما فيهاش اي لوسز. طيب كويس، تي ستاجنيشن 4 ناقص تي ستاجنيشن 5 هنسميها دلتا تي ستاجنيشن 4 5، وهنودي المقام ده الناحيه الثانيه، فيبقى عندي دلتا تي ستاجنيشن 4 5 بيساوي الافشنسي بتاعت التربين في تي ستاجنيشن 4. انا اخدت هنا تي ستاجنيشن 4 دي كومن فاكتور، يبقى 1 ناقص تي ستاجنيشن 5 داش على تي ستاجنيشن 4. وانا عارف من الايزنتروبيك ريليشنز ان تي ستاجنيشن 4 على تي ستاجنيشن 5 داش بيساوي بي ستاجنيشن 4 على بي ستاجنيشن 5 تو ذا باور ايه؟ الجاما ناقص 1 على الجاما، يعني مقلوب الايه؟ الرقم ده، لان ده تي ستاجنيشن 5 داش على تي ستاجنيشن 4. طيب يعني لو حابين نعمل القانون دوت هيبقى نمسح ده كده ونحط هنا 1 على بي ستاجنيشن 4 على بي ستاجنيشن 5 تو ذا باور جاما ناقص 1 على جاما. ده كده عشان اعرف مين دلتا تي ستاجنيشن 4 5. طب هستفيد ايه من كده؟ قال لك هتستفيد ببساطه جدا انك تقدر تحسب الورك اللي انت هتاخده من التربينه، ان هو هنقول ورك التربينه يساوي الام دوت اكزهوست في السي بي اكزهوست في دلتا تي ستاجنيشن 4 5. كلام جميل. طيب دلوقتي ايه الفرق ما بين ام دوت اكزهوست وام دوت اير؟ قال لك هنا داخل ام دوت اير فقط. عند الكومباسشن تشامبر بدات اضيف الايه؟ الفيول بتاعي، فبالتالي من بعد الكومباسشن تشامبر، يعني من بعد النقطه بتاعت الاستجنيشن 4، هيبقى عندي الوركينج فلويد هو عباره عن ايه؟ ام دوت اير زائد ام دوت ايه؟ فيول. فبالتالي دي المفروض نشيلها ونحط ام دوت اير زائد ام دوت ايه؟ فيول. والسي بي اكزوست دي هتختلف عن السي بي بتاعت الايه؟ الاير. لو فاكرين من المره اللي فاتت قلنا ان الام دوت فيول دي بتبقى قليله جدا، لان احنا بنستخدم هنا فيري لين كومباسشن. فبالتالي تقريبا ام دوت اير هي اللي بتبقى الدوميننت، فبالتالي دي ممكن ايه نهملها، فالام دوت اير هنا هيساوي الام دوت اير هنا. وبالتالي انا عارف طبعا ان التربينه هي اللي بتدي الورك للكمبريسور، فالمفروض لو ايديال يبقى الورك بتاع الكمبريسور يساوي ورك التربينه، صح؟ طيب مش في هنا عندي ميكانيكال لوسز في الشافت ده؟ قال لك اكيد طبعا، فبالتالي لازم تضرب كمان هنا في ايه؟ في ترم للميكانيكال لوسز. والورك التربينه دوت هنساويه بام دوت اير في السي بي، بس ده بقى للاكزوست، دي كمان بتبقى مختلفه شويه. دلتا تي ستاجنيشن 4 5 يساوي ام دوت سي بي اكزوست دلتا تي ستاجنيشن 2 3. يبقى وما ننساش طبعا ترم الايه؟ الميكانيكال افشنسي. يبقى في الفيديو ده احنا فهمنا الكمبريسور ازاي بنعمل الريبريزنتيشن بتاعه على التي اس دياجرام، والترباين نفس الكلام، وعرفنا الفرق ما بين الاكتوال ورك والايديال ورك عن طريق الموضوع اللي احنا عارفين البي ستاجنيشن 5، ناخد تقاطعها مع الخط الرأسي اللي نازل، تعرف نقطة ستاجنيشن 5 اللي هي بتاعت الايزوتروبيك ستاجنيشن 5 داش، ونقدر نعمل الحساب بتاعت الكالكوليشنز بتاعت الافشنسي والورك بايه؟ بكل سهولة. ان شاء الله اتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو دوت، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي في الكومباسشن تشامبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.